الذهاب بيركزوا في المباراة الثانية زي ما قلنا هي مباراة عبارة عن شوطين، شوط أول. أنا كمان يا محمد أنا عايز يعني إيه نستغل الوقت ده، ومعانا الكابتن سامي قمصان المدرب. تمام كويس. مدرب فريق النادي الأهلي الكابتن سامي. خليني أبارك لك على مباراة الذهاب ونقول صفحة واتقفلت، لكن عندنا مباراة ثانية صعبة جدا أمام فريق صن داونز. قول لي استعدادنا للمباراة القادمة بمشيئة الله إزاي؟ زي ما أنت قلت مباراة صعبة، فات منها شوط لكن ناقص الشوط الأصعب. استعدينا كويس زي ما انت شايف ان احنا جايين بدري شويه عشان نتاقلم على الجو كويس. تعرف ان جنوب افريقيا مرتفع عن سطح البحر، مهم جدا ان انت تيجي تتاقلم، والحمد لله دي من الحاجات الايجابيه ومن الدروس برضو اللي احنا اتعلمناها من السنه اللي فاتت. كان السنه اللي فاتت كنا جينا قبلها بيومين ثلاثه اثرت علينا شويه وعلى ادائنا، لكن اعتقد ان كان قرار كويس جدا بالنسبه لنا ان احنا نيجي بدري شويه نتاقلم شويه، يبقى في تركيز، يبقى في ان انت تلم الفرقه، واعتقد ان دي ان شاء الله بيكون لها مردود كويس لنا باذن الله. كابتن سامي، وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واحد اساطير كره القدم المصريه الافريقيه رئيسا للبعثه، اعتقد بيوصل الكثير من الرسائل ليكم كجهاز فني وللاعبين وايضا لينا احنا ولكل جمهور النادي الاهلي. طبعا انت بتتكلم على رمز من رموز الكره في مصر ورئيس مجلس الاداره وراجل طبعا على يعني اكبر من الواحد يتكلم عنه، يعني ادينا مسؤوليه كبيره بتدي اللعيبه برده نفس القصه كده، هو عايش معانا وفي اوقات كتيره بيتكلم مع اللعيبه ويتكلم مع الجهاز. اعتقد ان شاء الله مسؤوليه تكون قدها واللعيبه تكون قدها ونحقق ان شاء الله طموح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. محمد سعيد عايز يوجه لحضرتك سؤال، معاك يا محمد السؤال توجهه للكابتن سامي قمصان. اولا تحياتي للكابتن سامي وتحياتي للجهاز الفني على الشكل التكتيك والشكل الفني اللي ظهر بالفريق في مباراه الذهاب واللعب على نقاط القوه والضعف الفريق صن داونز. لكن بعد الوصول الى جنوب افريقيا الجماهير محتاجه تطمن على حاله ثلاث لعيبه، معلول واجاييه واحمد فتحي. كابتن سامي، محمد عايز يطمن على حاله علي معلول واجاييه واحمد فتحي، وعايزين نطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله الثلاثي قبل مباراه الاياب. يمكن معلول كان عنده كدمه كده في الاماميه، اعتقد النهارده عمل استشفاء كويس واشتغل شويه شغل يعني علاج طبيعي وما كانش معانا في التدريب، لكن ان شاء الله بكره ان شاء الله يكون معانا في التدريب. نفس القصه فتحي وجونيور اجهاد شويه، لكن النهارده الحمد لله برضو فكوا معانا في التدريب وان شاء الله يكونوا الثلاثه جاهزين ان شاء الله يشاركوا. مستر موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز النهارده في تصريح قال نتيجه لقاء الذهاب وان احنا تهزمنا امام النادي الاهلي بهدفين هي نتيجه متوقعه في ظل حاله الاداء الجيد من لاعبي النادي الاهلي وايضا وجود جمهور النادي الاهلي. تعقيبك على الكلام ده ايه، خاصه ان مستر موسيماني في الفتره الاخيره يعني زي ما كلنا والوسائل الاعلام بيقول بيميل شويه للتنويم المغناطيسي. هو راجل بيشتغل نفسي كويس، يمكن اثر علينا برضو السنه اللي فاتت جدا تصريحاته، لكن اعتقد ان احنا الحمد لله استوعبنا الدرس الحمد لله. يعني هو بيتكلم النتيجه طبيعيه ودي فعلا في الكوره طبيعيه، يعني انت بتتكلم عن النادي الاهلي بطل افريقيا وبطل القرن واكثر نادي في افريقيا حقق بطولات في افريقيا، فاعتقد ان انت بتتكلم لما بيكسب اي فرقه فده طبيعي، لكن احنا برضو عندنا ما خلصناش مهمتنا، عندنا مهمه اصعب زي ما هو يقول كده نفس القصه. احنا بنحترمهم جدا ونقدرهم جدا، عارفين ان هم فرقه مميزه، عارفين ان هم عندهم قدرات كويسه، عندهم سرعات كويسه، على ملعبهم فرقه شرسه، لكن اعتقد ان شاء الله يكون ربنا يكرمنا ووفقنا وان شاء الله نحقق ان شاء الله الهدف من الصعود ان شاء الله. كابتن سامي، من الامور المهمه جدا ان شايف ان اللعيبه وانتوا كجهاز فني لقاء الذهاب خلاص اتطوت صفحته، اللعيبه عندها تركيز مش لمجرد ان انا يعني هاخد التذكره وفقط للدور نصف النهائي، لا انا عايز بطوله افريقيا عشان افرح كل جماهير النادي الاهلي. طبعا، لكن خلينا نتفق ان دي خطوه، احنا ما نفكرش في اللي بعد كده، نفكر في الخطوه اللي احنا فيها دلوقتي. يعني مباراه تاهلنا، مباراه اقصائيه، مباراه مهمه جدا، مباراه عاوز تاكد فيها جدارتك وتاكد ان انت نادي جدير ان انت تصعد، وده ان شاء الله حق من حقوقنا يعني. فاعتقد ان شاء الله اللي هي خطوه نحو اللقب، لكن هتكون خطوه مهمه جدا بالنسبه لنا ان شاء الله. كابتن سامي، بشكر حضرتك ان شاء الله تكون مباراه موفقه للنادي الاهلي، ابارك لك ان شاء الله ومبارك لكل جماهير النادي الاهلي عقب المباراه والصعود ان شاء الله لمباراه النصف النهائي ان شاء الله. شكرا وتحياتي ليك وتحياتي لمحمد كريم.